نرجع لكم مرة ثانية في صباحنا مصري، نتكلم عن موضوع مهم جدا، هو ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، باللي دائما طبعا الأصوات تنادي بالاهتمام بهم ودمجهم مع المجتمع كفئة مهمة جدا مع الأصحاء، لأن فئة طبعا ذكية جدا، فئة فيهم ناس مثقفة يعملون بجد واجتهاد، عشان كده الدمج مهم جدا لهذه الفئة في المجتمع. القوانين في المنظمة لهذه الفئة طبعا أصبحت لها دور كبير جدا أو باع طويل جدا في السنوات الأخيرة من خلال اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، اهتمام بأنشطة ثقافية رياضية لكي يتم الدمج أيضا في المجتمع بصورة صحيحة. نحاول أن نقترب أكثر حول ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم المتحدين لإعاقتهم في هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتوره منى الكومي الباحثه في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا بحضرتك معنا صباح الخير. لكن قبل ما نبدا في التفاصيل نشوف هذا التقرير ثم نعود لكي نستكمل الحوار. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت أبرز جهود الرئيس السيسي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم موارد صندوق عطاء الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم. يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في وضع استراتيجية قومية للنهوض بهم في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الهمم. وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم، نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وجاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة، والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة. ومن جانب آخر قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدي الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم وفي أماكن سكنهم، كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة. بناتي وأبنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، في هذه المناسبة كدليل على تقدير واعتزاز الدولة والمجتمع بكم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن بما تمتلكونه وتحققونه من إنجازات. التقرير ده كشف لنا عن متحدي الإعاقة أو ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم دائما بيتحدوا إعاقتهم وإزاي بيتم دمجهم في المجتمع في الناحية الثقافية أو الأنشطة الرياضية المختلفة، وإزاي أن القيادة السياسية يعني بتهتم بهذا الموضوع. نعود مرة ثانية لكي نتحدث حول هذا الموضوع مع الدكتورة منى الكومي الباحثة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد صباح الخير مرة ثانية دكتورة، وواضح أن حضرتك يعني شفتي بعض من تلاميذك أو الناس اللي دربتيهم متواجدين في مثل هذه الأنشطة والاحتفالات المختلفة. تمام، الاولاد عندنا كانوا مشاركين في حفله قدرون باختلاف، دي بقت زي مناسبه سنويه بتعمل في شهر 12، بيتم تكريم المتفوقين رياضيا وفنيا وعلميا من الرئاسه في الحفله ديت.
طبعا الموضوع ده فرق مع الولاد فرق كبير جدا. صحيح. ده دفعه بقى. دفعه انا عندي قدره على الانجاز، انا عندي قدره على التحدي، انا عندي قدره على الوصول لمكانه عاليه، بطلع في التلفزيون، بتصور، بتكرم. فرق معاهم جدا. الاهتمام بقى اللي زاد بدفعه من وزاره الشباب والرياضه المشاركات الدوليه. الولاد كانوا في استراليا محققين بطولات عالم في مجالات كتيره، في العاب القوه والسباحه. احساسهم بالمنافسه وبالسفر وان هم ليهم اهميه، وان بيتم عمل برنامج متكامل للرحله وللسفر وللجوائز. فرق معاهم جامد جدا. ده هو ده بيقربهم اكتر من المجتمع وبيخليهم طبعا يعني يحققوا لينا نظريه الدمج في المجتمع اللي احنا عايزينه. تمام. الدمج طبعا بعد ما كان الدمج بالنسبه لنا تعليم بس، ان انا يبقى عندي دمج مدرسي ليا حق ان انا اتعلم بقوانين وبشروط جديده ليا، ابتدى ان انا ببقى في كل حاجه، انا في الحفلات، انا في الانشطه، انا في الرياضه، انا في المزارات، انا في البرامج الثقافيه. ده فرق سلوكيا واجتماعيا ومهاريا معاهم جدا جدا. صحيح. بقى عنده دفعه ان هو يبقى صبور، ان هو يقعد ويتعلم، ان هو يقضي السيشن بتاعه وهو عنده حافز ان اللي بيعمله ده هيلاقي له مقابل يسعده ويسعد اسرته ويبين قيمته في المجتمع. وده طبعا يمكن ده من خلال تصنيف، يعني احنا بنصنف طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم، يعني تصنيفات معينه مرتبطه طبعا بالاعاقه بمستوى التفكير. في ولاد الداون سيندروم دول بيتعرف التشخيص بتاعهم من عند الولاده من التحليل بتاع الغده الدرقيه، وفي دلوقتي كمان تشخيصات اثناء الحمل بتبين المشاكل ديت. ده جانب. الجانب الثاني بتدي بقى التشخيصات التاهيليه اللي بتظهر في مرحله النمو، الاعاقات البصريه او الاعاقه السمعيه او التاخر. بعد كده بيبتدي يتعمل لهم تشخيصات وظيفيه للاي كيو والجوانب المتخصصه عشان نقدر نحدد فئه كل واحد والبرامج المتخصصه المناسبه ليه اللي هتنمي القدره دي. يعني مثلا اللي هو ضعف السمع ومختلفين طبعا في يعني وجود برامج عن مثلا طبعا اللي هم لا يروا طبعا اللي هم اللي عندهم اعاقات حركيه، بيختلف طبعا حتى البرامج اللي بيختلف حتى جوه الجانب اللي اسمه بس تاخر عقلي على التشخيصات الكتب بتقول لنا كده. ابتدي يظهر لنا الولاد صعوبات تعلم، بطيء التعلم، الولاد اللي عندهم توحد، الولاد السبرجر، الولاد اللي عندهم شلل دماغي. ده بيظهر جوه التشخيص الوظيفي الادق من التشخيص العام للفئه اللي هو هينتمي ليها. وده اللي بيوصلنا للبرنامج المناسب اللي هيقدر يشتغل عليه وهيحقق بيه نتيجه بعد كده. يعني اكبر فئه منهم يعني بتستجيب بسرعه للبرامج، بتستجيب للتعلم، تستجيب للتدريب، لانه يستطيع ان يندمج مع المجتمع بسرعه. طبعا كل ما كانت نسبه التاخر بسيطه شويه ومش مقترنه باعاقه ثانيه، ده بيسهل التاهيل بشكل اكتر. يعني في ولاد بيبقى عندهم توحد وعندهم ضعف سمع، دي بنقول عليها إعاقة مركبة، بتبقى بتخلي التأهيل فيه مشكلة شوية، أو مش مشكلة، بيخليها ما تمشيش بخطوات أسرع شوية. لكن في ولاد عندهم سمات توحد بدأوا بقدرات عالية وتوحد شديد وقدرة قليلة في التعلم، لا مع البرامج المتخصصة دلوقتي وزيادة الجلسات تخاطب وتنمية المهارات والحاجات دي فرقت معاهم جدا وتحسنوا. دلوقتي أنا في أولى معهد بيدخلوا تعليم ثانوي فندق بنظام 3 سنين بنظام الدم، فرق معاهم جامد جدا. ولما نفتكر زمان وهو في اولى ابتدائي ما نصدقش دلوقتي ان هو بقى حد اجتماعيا هايل وبطل عالم ويسافر بره ويتواصل والدنيا بتختلف معاه. صحيح. تمام. لكن هو حضرتك دايما يعني انت كباحثه مثلا في مثل هذا المجال او اي باحث يعني في مثل هذا المجال ذوي الاحتياجات الخاصه بيفضل يتعامل مع فئه معينه مثلا عشان تنجح معاه وتديله يعني تديله نتائج مبهره، ولا بيتعامل مع كل الفئات؟ لا، ما يعني في ناس بتحب ان هي تبقى متخصصه في اولاد في فئه معينه، ما بياخدش غير الاولاد اللي عندهم توحد مثلا، لكن لا، التعامل معاهم بفئاتهم المختلفه يعني بتدينا ثقه وامل ان هم كلهم بيتعلموا. عندنا اولاد داون سيندروم هايلين هايلين اجتماعيا، وهم بيبقوا من صفاتهم ان هم حبوبين. بيندمجوا دلوقتي مع الانشطه والحاجات ديت، لما حضرتك بتشوفهم واقفين تلاقيهم دايما ياخدوا المايك وعايزين يتكلموا،
عايزين يعبروا الله. عن الحاجات اللي جواهم للحضور، يعني عندهم جراءه وعندهم حب بقى فائض، يعني دول اللي احنا بنقول عليها متلازمه الحب. دايما الولاد الداون سيندروم بنقول عليهم كده، مش متلازمه الداون سيندروم، بنقول عليهم متلازمه الحب. عندهم حب فائض واجتماعيات هايله هايله، فده بقى ممكن يشد لك حد تاني. يعني هم واقفين جروب مثلا في كورال، تلاقي دايما الداون متعاونين، هيخلي صاحبه ده يقف جنبه، هيشد ايده يوريه مكانه، فهم نفسهم عندهم طاقه ايجابيه لمساعده بعض، بتظهر بقى في التجمعات لما بيبقوا موجودين مع بعض. صحيح. في اي عمل جماعي. هنا بس يعني طبعا لازم نظره المجتمع تختلف، او نظره الانسان اللي بيشوف مثل هذه الفئات، يعني ما يبصلوش بس بناحيه شفقه او ناحيه انسان، لا يبصوا له كشخص زيه، فهو كمان ما هو ذكي برضه بيحس، يعني نظرته نظره الشفقه اعتقد انه لا يتقبل نظره الشفقه، انما هو عايز يتقبل نظره ان هو زيك مندمج معاك. تمام. مش كده؟ تمام. واحنا حتى احنا ما بنحبش ده حد يعاملهم بيه في اي شفقة. مثلا تجمعات ان لا اديله مثلا حاجه زياده، ده مثلا شبط في حاجه اديها له، لا بنعامله كسوي. ان احنا اولادنا ما بنخرج بيهم في صح وفي غلط، في وفي لا، معاهم لازم نمشي بنفس الطريقه، نربي بشكل صح. يعني هو برضه عايز الصح والغلط، وعايز لازم ما تعاملوش على طول خط بالشفقه والانسانيه. لا لان دايما نقول ان الصغير ده شويه وهيكبر وهيبقى طولي. انا عايزاه اجتماعيا يبقى ازاي؟ انا عايزاه يتعامل ازاي؟ عايزاه يبقى انسان سوي، يقعد في مكان، ياكل بشكل لائق، يتكلم مع الناس في وقت معين. حتى موضوع الحب والقرب والكلام ده بندخل بعد كده، ان انا عيني في فتره المراهقه، ان انا كبرت وان انا عايزه اقرب من الناس. لا، كل حاجه لها حدود. كل حاجه لها صح ولها غلط. ده بيحسن كل السلوكيات دي، بتديله ثقه في نفسه لقدام. ما بصش عليه وهو صغير، هو شويه وهيكبر وهيبقى ليه سلوكيات اجتماعيه، عشان يعتمد على نفسه، يعني ما يبقاش متكل على اخرين خالص، وثقه في نفسه انه يمارس الحاجات لوحده. ده مهم جدا، التعامل، طريقه التعامل من البشر. يعني انت كدكتوره او باحثه مثلا، عارفه عشان انت خدتي يعني ناحيه علميه دراسات، بتعرفي تتعاملي معاهم، لكن طبعا بتكلم على البشر العاديين اللي بيتعاملوا معاهم. احنا ثقافيا دلوقتي اختلفنا برضه. يعني المجتمع برضه نظرته دلوقتي اختلفت عن الاول. الاهتمام بيهم ما كانش ظاهر مثلا في السوشيال ميديا زي زمان. القرارات والحاجات اللي بتطلع، بقينا بنروح المدرسه اللي عنده ولد عادي بقى بيشوف الولاد دول، الاول ما كانش بيشوفهم. فابتدى يحس لا، خلاص بعد الاندماج اللي ليهم حصل. دور ليهم دور وليهم مكان جوه المدرسه، ومن حقي ان انا اخش واتعلم. فابتدى حته التخوف دي يعني تنتهي، ما بال ان في ناس ولادها عاديه بيلجأوا للاماكن المتخصصه يقولوا احنا عايزين تعديل سلوك، احنا عايزين الولاد ولادنا العاديين يبقى عندهم سلوكيات اجتماعيه زي الولاد دول، لان هم دول بيتعلموا الصح من الغلط بشكل مبدئي. يمكن الناس العاديه تسيب لولادها شويه. بس هنا برضه في نقطه برضه لحد الان، يعني نتكلم بصراحه، ان في بعض المدارس مثلا لا تقبل مثل هذه الفئات او بتقبلهم بصعوبه. تمام. صح ولا لا؟ صح. على ارض الواقع يقول لك لا، طب انا ليه اخد واحد ذو احتياجات خاصه، هيتعبني وقد يكون بطيء الفهم، بطيء الحركه. بعض المدارس هم يعني تلاقي في بعض المدارس في بسيط بس من ذوي الهمم متواجدين، هم بيتهيأ لهم ان هم هيشوشروا على الولاد العاديه. او ان هم اولياء الامور مش هيقدموا في المدرسه، عشان عارفه ان المدرسه دي فيها ذوي قدرات خاصه. لكن برضو الجانب الاكبر موجود، والقرارات اللي بياخدوها من المديريات التربيه والتعليم ومن وزاره التربيه والتعليم، يعني في دلوقتي مدارس بيقدروا يتوجهوا. بص، هو قانونا انا ما ينفعش اروح بورق ابني ذوي القدرات الخاصه لاي مدرسه وترفضه. بس بيعملوا اختبارات ذكاء متهيألي؟ بيعملوا اختبارات، لان برضو احنا القانون له رولز معينه. هو الدمج لازم يكون بشروط، لان في ناس بتتوجه شويه لفكره الدمج وهي فعلا الطالب او الطالبه غير قادرين على ممارسه الدمج ده. ده لا، يعني نبقى فير، صعب التعلم وصعب انه يندمج بسهوله، مش هيستفيد. مش هيستفيد، رايح المدرسه جاي من المدرسه. بس. يعني خساره وجوده مثلا في مدرسه مش وهو ما يقدرش يتعامل معاهم. لا مش هيستفيد حاجه. يبقى احنا نمشي قانونا بالرولز المحطوطه. لا، هي ما فيهاش اي حاجه جائره، هي يعني هي مناسبه فعلا للي قادرين على الدمج ان هم يكونوا موجودين، ده الافضل. هنا يا دكتوره منى، ليه دايما تلاقي عندنا في مصر بالذات ذوي الاحتياجات الخاصه او متحدي الاعاقه بيبقوا ناجحين في المجالات الرياضيه، يعني في الاولمبياد الخاصه طبعا. تمام. او بيسموها البارا اولمبياد دي. تمام. مصر دايما بتحصل على مراكز متقدمه اولى
تمام. في اكتر من لعبه، ايه السبب؟ احنا السنه دي في الاتحاد المصري الولد معانا كسر الرقم القياس العالمي. واه احنا حضرتك يعني علي عبد الله كان بيجري 200 متر كان السكور العالمي كان 30 ثانيه. هو كسرها السنه دي 26 ثانيه ما شاء الله، اتسجلت باسمه كده، وصل بقى للاصحاء او اقترب منهم كمان. هو بيلعب وبينافس ذوي قدرات مناسبه ليه. يعني البطوله كانت عالميا، مش منافسه اصحاء مع سبيشال. 200 وكسر يعني برضه الرقم القياسي يعني يقترب من الاصحاء كمان. رقم يعني اي حد عادي، هو ممكن حد عادي يجري ما يجيبهاش. ما انا بقول لحضرتك ما يجيبهاش. لكن ده بقى بيرجع لايه؟ ان احنا كنا بنتناسى شويه المهارات بتاعتهم. دايما عايزينه يتعلم، عايزينه يقرا، عايزينه يكتب، عايزينه يبقى بيعرف حاجات معينه، يغني ويمسك الميكروفون. بننسى المهاره. واحنا دايما بنقول ان احنا عندنا ثقه ان داخل كل من واحد فيهم مهاره غير مستغله. ابتدت بقى تظهر الاهتمام بيها، وان انت تدور على القدره بتاعته الحقيقيه اللي جواه. ابتدت لما ابتدينا نعمل بقى تقييمات واختبارات، وابتدى الاتحاد المصري يقول لنا لا ده احنا عندنا اهو جانب رياضي، تعالوا شاركوا. هاتوا الولاد نفسه. فابتدى الولاد خلاص بقى يعني انطلقوا، ابتدى بقى يحس ان هو عنده طاقه. هم كلهم عندهم طاقه ما بتبقاش مستغله. فالطاقه دي خرجت على فكره، ممكن تكون المهارة. طاقه عنده، ودي معروف حتى على المستوى الشعبي عندنا او العادي، يعني طاقه عنده اكتر من الصحيح، طاقه ونشاط كبير، ممكن يحقق يعني نتائج وقفزات كبيره خاصه في الرياضه على لان فكرة. هو يومه ما بيبقاش مستغل قوي. فاول ما لقى حاجه يفرغ فيها النشاط بتاعه طبعا فرقت معاه جدا. حط وبعدين ابتدى لما يلعب رياضه ابتدى لقى نفسه بيكسب، بتكرم، بقف على ستيدج وفي واحد وفي اتنين وفي ناس جايه تحييني. فده ادالهم دفعه ان هم يبقوا عايزين يعملوا اكتر، بيبقى عندهم احساس عالي في الناحيه دي جدا. احساس عالي يعني في انه بيحس بالتشجيع قوي جدا جدا، وبيقف وينادي على اللي بيصوره، وعايز يقف بوقفات معينه، وعايز يتصور مع رئيس الاتحاد، وعايز يتصور مع المسؤولين. حس ان دوت يعني اداهم دفعه قويه جدا. وسلوكيا ابتدوا يتحسنوا، علشان انا هعمل كل المطلوب مني عشان عندي بطوله، عشان عندي تمرين. ففرق معاهم جدا جدا سلوكيا واجتماعيا. ابتدوا يهدوا، طاقتهم اتفرغت في النشاط الرياضي، ابتدى يحس بانجاز، بقى واثق في نفسه، بقى يقدر يقعد ويتعلم. طب هنا بقى حضرتك برضو شايف ايه اللي ممكن يبقى ناقص برضو بالنسبه للطالب نفسه، او يعني متحدي الاعاقه او من ذوي الهمم نفسه اللي بتشوفيه انت، وما بين الجهات التنفيذيه المختلفه او المؤسسات، ايه اللي ناقص اللي ممكن نحققه عشان يبقى في توائم وفي قفزه سريعه كمان؟ بص احنا دايما يعني بفكر معاهم، لان انا عندي ولاد بداوا من هم في اولى ابتدائي دلوقتي في اولى جامعه. ما شاء الله. فطب احنا هنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما يخلص. بعد ما يخلص، يعني في منهم ولاد بيروحوا كليات معينه؟ بيروح احنا يعني هم بعد الثانوي الفندقي او الثانوي العام بنظام الدمج ليهم كليات معينه في التنسيق العادي. ليهم كليات تجاره، وليهم تربيه، وليهم حقوق باقسام معينه. وليهم الحاجات الاربع سنين، المعاهد السياحه والفنادق، ومعاهد الحاسب الالي، والكمبيوتر ساينس، وال ما شاء الله. يعني ممكن يخشوا كمان في الكليات اللي فيها عملي كمان وفيها تفكير. الحاجات العملي يعني هم بيحبوها جدا وبيندمجوا فيها اكتر. في ولاد فيهم قادرين هم يشتغلوا بحاجات اداريه بنظام 5%. صحيح. وفي عندي حد يعني كان معايا لحد ثانوي وكمل بعد كده هو في الجامعه واشتغل مع باباه في الشركة. الله. في جانب بقى شوية بتوع للبنات أو الناس اللي مش هيقدروا يتواصلوا اجتماعيا قوي، عايزين يعني نلجأ أكتر للحاجات اليدوية، وهم برضو شاطرين فيها جدا. الحرف، الحاجات الخيوط، الإكسسوار، شغل النول، شغل السجاد، المكرمية. الحاجات دي فرقت معهم جدا. عايزين ندعم الجزء الخاص بالمشروعات الصغيره ليهم. يعني دايما الناس اللي بتتوجه للصندوق بتاع المشروعات الصغيره الولاد، الناس العاديه، الناس الكبيره، الناس اللي ما عندهاش اي نسبه من نسب الكسور او التاخر. الولاد دول بقى عايزين نشوف لهم صيغه تكون لمشروع ولو مجمع، يعني كل خمسه في مشروع يعملوا مجموعه كده صغيره ومعاهم مشروع صغير، وممكن يدعمهم حد عادي يكون معاهم ليدر للشغل ده. او انا اقول للصندوق بتاع المشروعات لو انت حد عايز يجي ياخد مشروع
صغير ياخد معاه 5 سبيشال. جميل. ده انت على فكره افكار مطروحه جميله جدا، وخاصه اللي قلت عليها حضرتك، ازاي نستثمر ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه او الاحتياجات الخاصه او متحدو الاعاقه كما نقول، في انهم يعملوا مشروعات صغيره متناهيه الصغر بسيطه، وزي ما قالت الدكتوره منى يبقى في ليدر حتى يعني صحيح وعنده فكره عن هذه المشروعات، وبالتالي يبقى عندنا انتاج خاصه الانتاج اليدوي لمثل هذه الفئه المهمه جدا. علوم، اشكر ضيفتي اللي شرفتني النهارده وكلمتنا عن توضيح حول هذا الموضوع، دكتوره منى الكومي الباحثه في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه. اشكرك وصباحنا مصري. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. وبكده تنتهي معكم هذه الحلقة اليوم السبت من صباحنا المصري، كنا فيها مع فقرات متنوعة، وكانت معي أيضا زميلتي أدا. أشكركم وإلى ملتقى.